جهود متواصلة لمكافحة الأوبئة في الساحل الغربي من خلال حملة الرش الضبابي للقضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة الفتاكة التي تتزامن مع فصل الصيف والأمطار الموسمية. تدشين حملة الرش الضبابي في المديرية بدعم وتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي، والحملة بدأت اليوم إن شاء الله في مدينة المقاع، والتي تتصل إلى أكثر من حارة، ويتم الرش إن شاء الله الضبابي، ثم نقوم بأن نلحقه بالمستنقعات الرذاذي للقضاء على الحرائرات البعض التي تنشر أو تفرغ لعملية البعض. ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أكد أن الحملة تأتي تلبية لنداء استغاثة من السلطة المحلية والاستجابة من القوات المشتركة في الساحل الغربي التي تعمل على تطبيع الأوضاع في المناطق التي تم تطهيرها من ميليشيات الحوثي. تلبية لنداء استغاثة اليوم تلقيناها من الجهات المختصة والأسر والمواطنين في مديرية المخاء. اليوم تم تدشين حملة الرش لمكافحة البعوض والذباب الناقلة للأمراض المنتشرة في مديرية المخاء. مدير مكتب الزراعة والسكان في المخاء أكد أنه تم وضع خطة مجدولة للحملة تنفذها فرق متخصصة على مدى 12 يوما وتشمل مدينة المخاء ومختلف عزل وقرى المديرية. بعد هطول الأمطار تفشت كثير من الأمراض في مديرية المخاء في الساحل الغربي بشكل عام، منها الحميات المختلفة كحمى الطرق وحمى المكرفس أو تشكنجونيا والملاريا، وكنا في أمس الحاجة لمكافحة البعوض والضباب الناقل لهذه الأمراض، واليوم بتنفيذ الهلال الأحمر الإماراتي يتم تدشين حملة رش البعوض والضباب في مديرية المخاء وأريافها والساحل الغربي بشكل عام. من جانبه أكد مدير مكتب الصحة في المديرية أهمية الحملة والتي تأتي في سياق الجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي والقوات المشتركة لمكافحة والقضاء على حمى الضنك والحميات الأخرى التي عادت للانتشار مع موسم هطول الأمطار. تدشين عملية الرش في المخاء وقد تستمر لـ 12 يوم عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي، وعمل جدول توزيع عملية الرش وبالتنسيق مع مكتب الزراعة بالمديرية، وذلك بسبب انتشار حالة حمى الضنك وانتشار بسبب تراكم المياه والمستنقعات. وتتواصل الجهود لإنجاح الحملة في القضاء على نواقل الحميات والوصول إلى كل المواقع في عموم المديريات.